واحدة طلباني ان انا اخش في فرق كرة القدم واصلي من اجل فريق ضد فريق اخر، فبتقول بتقول لي انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ وبعدين بتقول انا زملكاوية ونفسي نغلب الاهلي. يعني ما انا لو اصلي لك ان الزمالك يغلب معناها هصلي ان الاهلي يتغلب. يعني هتجيبي لي مشاكل مع الاهلي وانا كفايه عليا مشاكل اهلي.